هلأ مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية وجموع المسلمين في العالم بالعام الهجري الجديد. وأكد المفتي أن دروس الهجرة النبوية المشرفة لا تنتهي، فهي ملهمة لنا على مر الأزمان والعصور، ومنها ضرورة الأخذ بالأسباب والسعي الدؤوب والصبر والتضحية من أجل تحقيق النصر وبناء الدولة، وهو أشد ما نحتاج إليه في وقتنا الحالي. ودعا فضيلة المفتي المسلمين جميعا شرقا وغربا إلى ضرورة التعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما مر فيها من أحداث وعبر، مشيرا إلى أن وحدة الصف والتآخي بين الناس وتحقيق المواطنة الكاملة كانت أولى لبنة في بناء دولة الإسلام الأولى.